وفي سياق سباق رئاسي آخر، لكن هذه المرة على زعامة أعرق وأقدم الأحزاب المصرية وهو حزب الوفد. انطلق هذا السباق الذي أعلن حتى الآن عدد من المرشحين على رأسهم رئيس الحزب الحالي الدكتور السيد البدوي ترشحه للانتخابات. ورسميا اليوم أعلن أيضا سكرتير عام الحزب السيد فؤاد بدراوي أعلن ترشحه لمنصب رئيس حزب الوفد. لافت أن هذا المؤتمر لم يعقد بداخل مقر الحزب الوفد، لكن عقد مؤتمر صحفي بحضور عدد من مؤيدي الأستاذ فؤاد بدراوي. ننقل لكم جزء من هذا المؤتمر، نشاهد. بالكلمة والصورة والرأي الصادق والعاقل، وانتهز هذه الفرصة لأعلن من خلالكم وأمامكم ترشحي الرسمي رئاسة حزب الوفد. أوعد المصريين بأن يكون الوفد متواصلا يعمل من أجل شعب مصر ومن أجل مصر، والوفد دائما على مدار تاريخه لا يعني سوى مصلحة هذا الشعب، وعلينا أن نعيد هذه المسيرة مرة أخرى. مش عاوزين نسميها صراعات، ولكن ده حراك انتخابي بيشهده الوفد في كل انتخاباته، ودي علامة من علامات الديمقراطية اللي احنا دايما بندعو ليها، واللي احنا نتمنى ان هي تكون في مصر في كل الأحزاب السياسية وفي كل الأماكن. فؤاد بدراوي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لإدارة الحزب بشكل مؤسسي. أعتقد ده السبب الرئيسي اللي دفع قطاع كبير من جيل الوسط انه يدعم فؤاد بدراوي، على أساس ان الوفد ينطلق المشاركة في صناعة مستقبل الدولة المصرية، خاصة وان احنا بنمر باخطر مرحلة في تاريخ الدولة المصرية، وعلى الوفد انه يشارك في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية القادمة بشكل جدي وبشكل فعال. اتقدم الغذاء من اجل النظافة، العلاقة موضوع هنحاول ان احنا نفهمه من خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة البيئة النهاردة، دعت فيه